بأيام العسر، مو هسه وقت الخير، من كانت الخبزة بروح جبناها وطلعنا نصيد وتدرينا ويحسها نجيس، وصدناها وطبخناها ونطيناها. عراقيين الغيرة اللي عندنا بالتكوين، قلوب أنظاف كنا مراية معرسين. أحبتنا مشاهدين قناة الأيام وبرنامج المهلهل، حلقة جميلة اليوم أوعدكم بالمتعة والاستمتاع. شاعر جميل ووسيم وهيك نازوكي، حسين أبو صقر، حياك الله. الله يحييك أبو الأكبر. طبعاً أنا أشكرك على هاي الدعوة الحلوة، وإن شاء الله أكون خفيف الظل عليك. أنت تشرف وتنور. في دورة حد لك. الله يحفظك. والله النجف يعني الحمد لله بقمة العطاء. بعد هي نجف عليه الدر والذهب المصفى وباقي الناس كلهم تراب. الله. بس أكيد هي بحاجة ابتسامتك الحلوة. الله يسلمك. الله يخليك. الله يحفظك. سؤال مهم. شنو شنو وضع منتدى خواطر اليوم؟ الشغل، اختياركم يعني شنو المعطيات اللي على أساسها تختارون الشاعر؟ صراحة منتدى خواطر يعني عندنا شلون القوانين اللي هي خط أحمر من عبرها واللي هي سبب نجاحنا. جيد. احنا نشوف بالحياة الإنسان لازم يحقق اثنين، يسعى ورا هدفين، انه هو يحصل الشيء الصحيح اللي يريده ويستمتع به. جيد. فاحنا الحمد لله والشكر، فاحنا جاي ناخذ القصيدة الصحيحة ونستمتع بها ونصدرها. لطيف. اي لطيف. يعني اليوم منتدى خواطر في نافذة مهمة، صح؟ الحمد لله. جيد. ايش قد عدد اعضاء المنتدى؟ يعني حاليا 45 الى 50 هيك شيء. عدد دعمكم ذاتي؟ دعم ذاتي من صار لليوم. جميل جميل. الله يوفقكم ان شاء الله، والف تحيه لل50 جميعا، والف تحيه للنجاح. الله يحفظك. الله يخليك ابو الاكبر. ابو علي، صار لك فتره طويله بالشعر، صح؟ صح. لكن يعني بعد اسمك مو ذاك الظهور الكبير، السبب وين؟ السبب اولا انا اشوف ماكو شيء اسمه ظرف يبعد الشاعر عن الشعر والتواصل، هاي اول نقطه. بدون اعذار. بدون اعذار. لكن اللي مريت به هي، شوف الحياه هي معادله 100%، 10% هذا الظرف و90% الاستجابه مالتك لهذا الظرف. فانا 90% هذا توجه ذهني، فانا كان بالي مو صافي، فعندي حياه يعني شغلات بحياتي ناقصه لازم اكملها. حلو. اي فالتوجه الذهني مالتي صار لدراستي العملي، يعني الحمد لله والشكر قدرت احقق شيء واوصل، ورغم ذلك انا مستمر بالكتابه كنت. جميل. بس الظهور ما قدرت لان بسبب التوجه الذهني كان بعيد. توجهت للدراسه. اي اي يعني كملت محطه مهمه بحياتي واقدر. انت حاليا بالجامعه لو خلصت الجامعه؟ لا الحمد لله كملت، وان شاء الله راح اقدم على الماستر. يا الله. بطل. الله يحفظك. بطل 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 ان شاء الله. ابو علي، شنو رايك من اكو مقوله تقول الحب من النظره الاولى؟ الحب من النظرة الأولى، هذا الحب، هاي النظرة اللي هي تخلي رجليك ترجف من فوق لجوا، شلون السعفة تصير. لا يا أخي. فمرت بيها. إيه. فهي نظرة وكلب براس السهر. هي نظرة. وكلب براس السهر والقهر زاد وبدأ يقل النظر، من شفتها على الحيطان انت جيت بنية مثل الموت ما ترحم بشر. الله 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 يخليك. الله. ابو علي، اليوم من المتابع الاكثر يعني اكو فد شعراء او العفو اعضاء من المنتدى هم متابعين اكثر للحركه الشعريه على اساس يكون الدعوه؟ قصدك الشاعر اللي ندعيه؟ اي اولا احنا ندعيه على اساس قصيدته الصحيحه. نعم، بس قصدي اكو ناس معينين انهم هم يتابعون الجو ايه الشعري. ايه موجود. ها ها. موجود. وهي بغض النظر عن ذول الناس اللي يتابعون الحركه الشعريه، واجب كل شاعر بالمنتدى من يشوف شاعر صحيح يبلغنا به. ها 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 ها. ايه جيد. وعلى جيد. اساس هذا احنا ندعي. لا ما أنا خطوه لطيفه. الحمد لله. خطوه لطيفه. الحمد لله. أنت من الناس اللي يخدعون بالأشكال وبالمظاهر؟ والله أبو الأكبر بعد هذا العمر ما ننخدع. انخدعنا قبل. انخدعنا قبل.
والشاطر يتعلم من غلطته. صح. فهو ممكن العالي نجمه. الخوف من يرتفع ذله. أو حنوة الشلال قمة. الشيخ هندام على روحه أنا بن وادم تشوف الزلمة كلمة. الله الله الله. أنا بن وادم تشوف الزلمة كلمة. بالله صحيح. كلمة هو هذا الإنسان كلمة. ناخذ قصيدة أبو علي. أي إن شاء الله. يلا. بي التناقض وصل أبكي وغني لك تنساني واتذكرك تخنقني وادعي لك. الله. بي التناقض. بي التناقض وصل أبكي وغني لك تنساني واتذكرك تخنقني وادعي لك. بآلة كمانك صرت مثل الوتر منطرح تذبحني واحكي لك. الله الله. بي التناقض وصل ما أجبر بكسري بميلادي ليش احتفل جا غير هي سنة مبيوقة من عمري. اي بالله الله. بي التناقض وصل ما أجبر بكسري بميلادي ليش احتفل ميلادي ليش احتفل جا غير هي سنة مبيوقة من عمري جا غير صاير مثل قوس القزح ظهري. الله. جا غير عمري خلص صندوق لأسراري. بي التناقض وصل تبتعد واختار. الله الله. بي التناقض وصل تبتعد واختارك تهجيني وتذوقك. الله على شعارك. وتعوفني وتنكسر وتصفن علي البدو من ناخذ بثارك وهم ارجع اختار. بي التناقض وصل تخنقني واشتمك ما اكتب اسمك وش مخايف سنون الابر تجرح حروف اسمك. الله. حبيتك انا رغم ما بيك شي مالح معيشني جام وكسر من كل كتر للخلق بي التعب واضح. الله. جلدك زراقه وصل يم عتبة عيوني المشكله من خنت ما راحت يم الغرب لا للي ماشون. الله. وما دام يمهم رحت ترجع لي من تلاه بذاك الوقت من ترد ما تشوف راحة أبد سبحة وبشف مرتاح. الله. ولازم أمسحك لأن ذاك انت دم وغفى بسكي انت الذباح. الله. الله يخليك أبو لك. الله. خذ راحت لك. الله. أبو علي من الممكن الشاعر يتخلى عن أشياء بسهولة بحياته؟ أشياء يعني خارج الشعر لو؟ لا خارج الشعر. أي طبعاً. الشاعر الصحيح دائماً يتخلى عن الشغلات السلبية اللي تكون بحياته. أكثر شغلة تزعج الشاعر شنو؟ أكثر شغلة تزعج الشاعر؟ يعني الصراحة من يتعب وما يلقى الاستحقاق اللي يوصل له. فهذا يعني مزعج. استحقاقك؟ أني لا كان تقصير مني. ها أي. انت اسير لمن؟ اسير للضحكه الحلوه. صدق والله؟ اي ضحكتها اجمل من شوارع باريس وعيونها اصعب من متاهه بابل وحاجبها يذبح كنا شفره جراح ومن يرفع يشبه جناح الزاجل. الله. تحب الانتظار؟ برفقه من احب. يلا خلنا ننتظر ناخذ فاصل. أحبتنا مشاهدين قناة الأيام فاصل ونعود إليكم. أحبتنا مشاهدين قناة الأيام عندنا وياكم بالبارت الثاني مع الحبيب حسين أبو صقر. حياك الله حبيبي أبو الأكبر. الله يحييك في دورة حفلك. بالمناسبة ابتسامتك كلش حلوة ترى. أنا أشكرك. طبعا انا ما اعرف ارد على الكلمات الحلوه. صدق والله هم اسير للكلمات الحلوه. اكيد ابو علي. يعني يمتى الانسان برايك يلوم قلبه؟ يلوم قلبه اي من يعاشر ناس ما تسوى عاشرتهم. هاي انا الليله خلص ندمه على ندمه شايب طار دينه الشاله واسمه
خوذا عجبت بناظر قناص هذا انا اللي يجيب الموت يمنا. اوف للاسف. اوف زين ابو علي اريد 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 نسمع قصيده اي من عندك وكانما هي رساله للسيد المشاهد. هذا الشاعر اذا ما تعرفه ترى هيك يقول هاي قصيدته ان شاء الله. خلينا شو تقول بين حل هي هم من موضوع الندم هم لوم قلبي. ها اي انت دائما تلوم قلبك اي لان كلش طيب الدرجه مو طبيعيه. زين المشكله وين؟ المشكله انت ما تعرف تختار. ايه صحيح صارت وياي هواي بس ان شاء الله يعني منا ورايح اعرف اختار. احنا مو سونار. صحيح هو البشر مو سونار ما نعرف بداخل الاشخاص. اي هو هاي بعد البشر خطاء ويخدعونا يعني بضحكه ويخدعونا. انا اشوف الناس مثلي ابو الاكبر. لا والله والله اشوف الناس مثلي بعد يعني شو اسوي. فاقول ها يا قلبي كلش مسختها بعد يا فشل عدك ما عشتها. الله هذيك العافتك ريشه وعلى النار حتى بطيحتك ما تعبتها يا المفشل جفوفه ويا الشبابيك ويا كل تراب عالجامر سمك. الله ها يا قلبي كلش مصختها بعد يا فشل عدك ما عشتها هذيك العافتك ريشه وعلى النار حتى بطيحتك ما تعبتها اريد انساها بس ما دبرتها اوف وعن نسيان روحي عودتها اريد انساها بس ما دبرتها وعن نسيان روحي عودتها وقرأت كتاب فن اللامبالاة واول ما حفظته تذكرتها. الله يا قلبي الله الله شلون وال نسيان وال دبرتها اريد انساها بس ما دبرتها والله مو قادر. اي والله وعن نسيان روحي عودتها وقرأت كتاب فن اللامبالاة أول ما حفظت تذكرتها ها يا قلبي كلش مصختها ها يا قلبي راحت للي ذلها ما مسموح لك تتعذر لها هذيك الخفت ظلها تشوف العيون بشرك قاموا ويشوفوها كلها كيكا وزعوها بعيد ميلاد والما ضاقها شقد باوع لها هذيك الخفت ها يا قلبي ذيك الخفت ظلها هيك ينشاف؟ اي ابشرك قاموا يشوفوها كلها كيكه وزعوها بعيد ميلاد والما ضاقها شقد باوع لها الله 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 ها يا قلبي الله اكبر كيكه وزعوها بعيد ميلاد والما ضاقها شقد باوع لها امد جفوف واكسر بيك الاضلوع اذا فد يوم شفتك تنبضلها ها يا قلبي هيا امد جفوفي واكسر بيك الاضلوع اذا فد يوم شفتك تنبضلها ومثل القطن من ينجر بالجفوف وبلا صوت روحي شققتها هيا قلبي كلش مسختها هيا قلبي اثقل واسكت وتوب شنش تسوى لك ويومي مغلوب شنش تسوى لك وتبكي بقفر راح ابتلينا وقلنا كل قلبي هيا قلبي اثقل واسكت وتوب شنش تسوى لك ويومي مغلوب شنش تسوى لك وتبكي بقفر راح ابتلينا وقلنا كل ممنوع مرغوب باكر دنيتك من تثقل عليك مثل الظل تموت بوقت الغروب وفراشه وغفى على جناح الماي هيك وداعتك يا قلبي متعوب الله هيك الله الله فراشه وغفى على جناح الماي هيك وداعتك يا قلبي متعوب هيك وداعتك خلصت النيل ويم طلاقت الشبات مصلوب واكتب بالقصايد واضحك بالقصايد وانا مذبوح ومن باكيتي خلص ورثتها ها يا قلبي كلش مسختها ها يا قلبي اقبل بالهزيمه وخل نمسح اغانينا القديمه بعد ما عدنا واهس نسمع اعزاز لا منا ورايح يا حريمه وعاد تموت كلش مو جريمة أهم شي جثتك ردت سليمة عاد تموت كلش مو جريمة أهم شي جثتك ردت سليمة ما مهضوم على الحب أنا والله أنا عمر الخلص هاي الهضيمة الله
ومن يموت قلبه يعيش الإنسان، وأنا أيامي لسا ما عشتها، ها يا قلبي كلش مصختها. سلامتك، تفضل هاي القصيدة. الله يحفظك، تجنن هاي القصيدة، فدوا راحتك. الله يخليك، تجنن هاي القصيدة. الله يحفظك أبو الأكبر، فدوا راحتك. كيكة عيد ميلاد، كيكة وزعوها بعيد ميلاد، والما ضاقها ايش قد باوع لها، ايش قد مر بي ناس هذا البيت. شوف الحسرة تربتي. لا تغرك الضحكة بسرعة بتي. قول والله. والله تبكي عليها يعني؟ أنا إنسان دمعته تنزل على أبسط موقف. تستاهل؟ يعني. لا لا ما تستاهل. سالي من تبكي؟ تبكي على أيام اللي عشتها. قلبي كلش أزمتها. الله 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 الله. والأكبر أنا ما مهضوم والله، بس هذا عمر الراح والله. حريم. كنت وفي؟ إلى حد اللعنة كنت وفي. بس هي بعد. باوعت لغيرها؟ إن شاء الله راح أباوع. لحد الآن ما باوع؟ لا. والله؟ ماكو هيك. قلت لك أنا دائما أشوف. يعطيك قلبك تباوع؟ والله من هنا ورايح ينطيني قلبه إن شاء الله. أهنيك على وفاك، ما أدري خطية على وفاك والله ما. لا خطية لا تهني. والله خطية على وفاك. الوفي بهذا الوقت خطية؟ كلش خطية. ليش؟ يعني خطية لأن لا عاشر شخص ما يسوى. بس أنت من تعاشر الشخص الصحيح وتكون وفي وياه فهذا شيء عظيم. بس هي المشكلة إنه أنت ما تعرف هذا. أنت ما متزوج؟ لا. ومتأخر على مودها؟ لا صراحة يعني هي مو قصة على مودها أو شيء، بس قلت لك التوجه كان غير شيء، فلازم الإنسان يكمل نفسه بشهادة، لأن الشهادة هي من الكارثة. بس هم لها سبب؟ طبعا أكيد لها سبب، أكيد لها سبب كلش كبير، والحمد لله والشكر يعني نتعلم من الخطأ اللي مرينا به. يعني أنت قوي؟ جدا. مرتضى الحمد عند بيت كلش أحب يقول أغاني وما تجيبك. شلون هيك مو حلوه الاغاني اللي ما تجيبك؟ اي اتذكر قرعدنا، تحياتي له. زين بصراحه تنتظرهم؟ هو حاليا هي. لا ما انتظر بعد اي شيء. في مال لا مسافرين؟ في مال لا مسافرين، لا ما كنت انتظر بعد. عندنا حياه قدامنا حلوه لازم نعيشها، اكو ناس يحبونا هواي، لازم احنا نبادلهم المشاعر. يعني على شنو اني أكلب بشيء إنه هو رايح منطيني ظاهر على شنو؟ نغادر الموضوع نسأل سؤال. أي جواب. إذا أكو شيء يستحق الاحترام غير أبوك؟ الوطن. بس يا الوطن. والأكبر من الطف لهسه نعيش بالآخ، ويومية برمح قرآن مرفوع، ويوميا المدرس مفتقد شاب يسألنا، ونرد بصوت موجوع يا أستاذ والله الغاب معذور ما يقدر يجي كي رأسه مقطوع. الله. للأسف الوطن هو البطن الثانية اللي تحملك بعد الأم، المدرسة اللي تعلمك فن التنفس. بس تحملك أكثر من الأم. أي الأم تحملك 9 أشهر. أي للأسف ما يستاهل العراق هيك. ان شاء الله القادم افضل. ان شاء الله بحيل الله. ان شاء الله القادم جهود الخيرين ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. خلنا ناخذ قصيده. قصيده؟ قصيده. ملشوم انام واصحى ملشوم. واصحى ملشوم ودقات قلبه تشق الهدوم. لا شفت غيم ولا شفت قاع، طيروا على الحيطان مرسوم. الله. طيروا على الحيطان حطيت، لا غصن لا بستان لا بيت، وبهداي قامت تطلع الروح، نبضة بصدر مذبوح ظليت. الله. ظليت افز واخفى واحلم واصحى واجي وتطردني واندم. الله. وذبيت كل شي بعتبة الروح، بس صورتك شايلها بالدم، بقلبك شتا وبقلبي برزخ،
ساكت ونبضة قلبي تصرخ الله وذاك التراب عالشبابيك ما بي حركة لما ننفخ بقلبك شتى وبقلبي برزخ ساكت ونبضة قلبي تصرخ وذاك التراب عالشبابيك ما بي حركة لما ننفخ حبيتك بكل مستحيلة تدفعني وتعثر وجيلك حبيتك بكل مستحيلة تدفعني وتعثر وجيلك ومن رحنا للعباس زوار تدعي علي واندعي الله 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 حبيتك بكل مستحيلك تدفعني وتعثر وجيلك ومن رحنا للعباس زوار تدعي علي واندعي لك تطفى الجقارة واشتعل نار وابقى احترق من كل الاكتار الله اكبر يا اخي تطفى الجقارة واشتعل نار وابقى احترق من كل الاكتار شايل وجع ما شاله مجتوف من يمشي فوق ضلوع من شار سكينتك نامت بالضلوع ودمع لجفك باقي مطبوع وبكتلتي علاي تهموك قمت اغسل جفوفك بالدموع من نومتك فز هايتي زار وش بقي الروح وخلها تنعار عايش قلق شايب وجليل ومطلوب دم مكتوب على الباب والليل يخلص وانا ملجوم ودقات قلبي تشق الهدوم ما انا اقولك واصفق لك الله اكبر الله يحفظك الله يخليك عظيمه القصيده عظيمه كلش عجبتني هذا شرف لي الله يعزك الله يخليك ناخذ فاصل اكيد ان شاء الله احبتنا مشاهدين قناه الايام فاصل ونعود اليكم أحبتنا مشاهدين قناة الأيام وبرنامج المهلهل وصلنا وياكم للبارت الأخير مع الفارس حسين أبو صقر بعد القلب الله يخليك تستحق كلمة فارس؟ بعد أنت شو شوف؟ لا أنا أريد وجهة نظرك بنفسك من تبع روحك بالمراية والله شوف أنا سواء طرحني الإنسان أرض أو الحصان أرض فأنا أقوم مرة ثانية وامشي كفو 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 هذا الحكي اللي يملح القلب الله يخليك كفو كفو الله يحفظك تريدوني هيك تريدوني هيك انا حسين لا والله الحمد لله اي انت تعتني بوجهات نظر الناس هو شوف احنا حتى من نكون انانيين لازم نشوف الامور بنظره وجه الاخرين حتى زين شلون تقدر تميز المحب من المبغض يعني حالياً إحنا سابقاً قلت لك إحنا نشوف كل الناس مثلنا ها هسه إنه وجهات نظر إيه بس يا حالياً يعني إحنا قمنا نميز يعني من أكو شخص بحياتك تقدر تقول له أنا ممنون لك طول عمري إيه صراحة صديقتي الأولى اللي هي أمي صديقتك إيه الأولى وصف جميل ف سلمنا عليها يوصل إن شاء الله وبوس دراسها إن شاء الله والبوسة أمانة إن شاء الله حنين أمي مثل صندوق الحسين شكو خير بقلبها توزع بالباب الله ودوم توصبينا بيوم عاشور الما يخدم موكب يشبع اعتاب الله الرجع من مجلس وما شاق الثوب تقعد قبالها وتقرأ للمصاب الله 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 يحفظها إن شاء الله الله يخليك الله يحفظها الله يحفظها إن شاء الله بعد أمر أبو الأكبر الله يخليك في بعض الأحيان أنه ناس يعني نتندم عليهم وناس نشكرهم أنت تشكر منه؟ أنا أشكر شخص بس مو الشكر اللي الشكر الصحيح لا بطريقة استهزائية ها؟ أي يعني شكرا ما قصرت أي مشكور ها فقول كل ظنك مننحني تحمليني من نية دنكت راسي إلي تشموذ الحنية رحت وأطلبك حضن ما شمت بنية وكل هذا وانا اختنك خنقت أخل من ذبح والكاتلة يصافح ويقل لها مقضية مشكورة يا بنية الله
مشكور هفنية مشكور. بعدنا نفس نرجع على المربط الفرس. ايه نفسه. بس ابو علي هذه هواي واجعتك للامانه يعني. الحمد لله عدينا. اكو جمله الاحلام مستغانمي تقول اوجعيه حتى يتذكرك. شنو رايك هي تستخدم هاي الجمله عن درايه لو عن غير درايه؟ يعني هي انا هسه من وجهه نظري انا اشوف انه انا ما وصلت المرحلة ما اتذكر الاماكن، اتذكر اللحظات. خطام كبرى النوب. اي خلنا ناخذ قصيده. انا الما شاف كل شو ضاعت ايامه، طفل والناب تب قلب وكسر جام. انا حرقت قلب بس بالجقارة الطيب، انا اللي يهد حسره وينشو الثام. اوه صدمه، وعشت اخر نظره للمذبوح مني يشوف دمه يطيح قدام. قلق حيل من البدايه من البدايه. انا اللي ما شاف كل شيء وضاعت ايامه، طفل والنابته بقلبه كسر جام. انا حرقت قلب بس بالجقاره الطيب، انا اللي يهد حسره وينشو الثامه. صدمه، وعشت اخر نظره للمذبوح مني يشوف دمه يطيح قدام. الله اكبر. قلق حيل، وصرت اشبه حرام البيت لما نويبوكته ينصاب قدام. بعد ما اريد منكم خير يا اهل الخير، وبعد من ظهري كل من يسحب اسهامه. تفاصيلي وسماري العاشن بلا روح، الوقت ذبني على جلد المحترق شامه. نعم. اتنفس هوا من نفخه الثعبان، ارحم من هوا العيشني باوهامه. الله. وحتى اللي الله براسي الله. اتنفس هوا من نفخه الثعبان، ارحم من هوا العيشني باوهامه. وحتى اللي براسي محقق احلامه، على ابسط زله ساحب قلبه واقسامه. وجثة بلا ملامح عافني على القاع، وعرفوني من عطرة وبصمة بهامة. وعلي بنص الهوى بس مختنق ضليت. أنا حالي مثل وردة الخزان، جابوا لي قلم وجفوف ومقطوعات، والمثل دمعته تكمش أقلامه. وتحرق دموع ذاك المحترق بالنار، من يشوف ما حد شاد حزامه. من يشوف وادم غربه للطفي ويما صويح بيعطر بهندام. مع الاسف. بعد ما اريد منكم خير يا اهل الخير، وبعد من ظهري كل من يسحب اسهامه. اموت وما استجد الضوء من السجان، اموت وما استجد الضوء من السجان. اقتل روحي بيدي وما اطخ هامه. الصقر من ينسجن وعيونه مفتوحات، يحب يطلق صراحة بلحظة إعدامه. وأنا ما شاف كل شو ضاعت أيامه. الله الله يحفظك أبوك. الله يا أبو علي الله يخليك. أنت مهم. إذا راحت لك شهادة هاي أعتز بيها. والله أنت مهم. شهادة أعتز بيها. والله أنت مهم. الله يخليك. قلت لك ما أعرف أرد على الكلام الحلو. أكو روح عندك، روح روح. هاي الابتسامة تخلق روح عند المقابل. سادتنا المشاهدين تتفقون ياي بالرأي ولا ما تتفقون؟ أنا حس أكو روح عنده. أبو الأكبر، هي أبسط هدية تقدمها للإنسان هي الابتسام. ها هي زين. وذا أبوسك ونختم بها الحلقة. الابتسامة هي شمس. زين وذا أبوسك ونختم بها الحلقة. لا والله الله يحفظك. راح بنهاية الحلقة أبوسك ياي هدية. أبوسك لأخلاقك ولشعرك ولإبداعك. أحلى هدية، أحلى هدية. نأخذ قصيدة الختام إن شاء الله. أسفي على عمر الذي ضيعته، مالا عتيقا عند كف السائلة، في رأس حرب للدقائق قاتلة. الله. كجريح حرب عطلته القافلة. الله. أصبحت شمعا واللثام مدامعي، أبكي وأمشي مثل تلك السنبلة، كمسار خط القلب أمشي مائلا، في رأسي يخفو مهرجان الأسئلة. الله. ماذا، لماذا، كيف، أين، إلى متى، وجوابهم سهم بنظرة حرملة. وطحت زنجيل وبشقر قبة المذبوح، ذهب طبيت لك وطلعت ناقع دم،
يلبيك السواد من القلب للذار، جنك مجرم ويشتغل بالمنجم، اجيت وخنجرك متلفلف بزنجار، وقلت لك يا هلا بجيتك يا المسمن، طيحني وحذرك لا تطيح وياي، اللي يطيح ببرد جامه وياه يتثلم. الله الله طيحني الله 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 وحذرك لا تطيح وياي، طيحني وحذرك لا تطيح وياي، اللي يطيح ببرد جامه وياه يتثلم، وتطشرني وتلمني حجار عد عراف، مو هيك انا التم يمتى تتعلم، انا صواب طير بريشه يتحزم، انا صواب طير بريشه يتحزم، انا الضايع دموع بخدي الملثم، انا الجرح كبير بقدها ذاك الهم، كسرت عظم شايب وط من التم، انا اول بشر كربايت الشباك، انا الخانق الريه من العطر للشم، انا اول بشر كربايت الشباك، انا الخانق الريه من العطر للشم، انا اللي يحسب عدد نبضات اللي يركضون، بس وياك عايش كل شي ما افهم، كرهتك وحق عين النام بيها الميل، ومسحت اسمك المكتوب بخلايا الدم. انت شنو شو هالوجع هذا؟ شو سوى شو هالوجع هذا؟ الحمد لله على كل حال. الله الله الله، احنا الحلو يعني يا اخي ما بينا شيء حلو، احنا ما بينا شيء حلو، احنا ايش بينا حلو هذا الوجع بينا؟ ما تقول لي لا، ما بينا شيء. انا مرات اضوج على الانسان المو شاعر من ينجرح يعني صعبه، بس على الاقل الشاعر يقدر يكتب يفضفضهن يذبهن على الورقه. انت مجنون والله، مجنون مجنون بالوجع مجنون بترجمه الوجع. الله يخليك ابو لك، وانا اردوف بوعدي، اردوف بوعدي ونختم. الله يخليك ابو نكر. ابو علي الله يحفظك، شنت مبدع الله يحفظك وموفق، واهنيك واهني النجف بيك. انا اشكرك. اختم ويانا هنا طبعا. شنو تريد تقول؟ طبعا انا اشكركم، وانا اشكرك، والحمد لله والشكر، اليوم كان حلو اني التقيت بيك حبيبي والله. وانا اشكر هذا الكادر الجميل، وان شاء الله اتمنى كنت خفيف الظل عليكم. تحياتي لك والساده المشاهدين، وان شاء الله التوفيق من الله. موفق ان شاء الله. الله يحفظك. موفق ان شاء الله. احبتنا مشاهدين قناه الايام، وصلنا وياكم الختام الحلقه، ندعونا بالتوفيق ونشوفكم بالاسبوع الجاي في امان الله.